السلام عليكم. حلقة النهاردة في 50 اقتصاد قصة تستحق أن ترى. يمكن إلي اللي هي الحلقات اللي بكون متفائل بيها، والتفاؤل هنا أرقام ونتائج مش حب ومشاعر. حلقة النهاردة بتحكي عن مشروع يعتبر فعلا مشروع القرن، نتائجه الاقتصادية لا تعوض. مصر على مائدة مفاوضات هامة وجادة مع العملاقان اليابان وكوريا للتفاوض حول صفقة تعتبر تاني أهم وأخطر صفقات مصر حتى الآن، بعد صفقة ألمانيا وماكينات سي إن سي، ومخرج مهم هتهرب بيه القاهرة من أزمتها الاقتصادية وعملية نقص الدولار اللي بتهددها من وقت للتاني. وفي بروفة عملت على ده على فكرة، بس الأهم إنها هتهرب بيها لو أحسنت استغلالها من تأخرها اقتصاديا صناعيا حتى زراعيا ومن حالة الثبات العميق اللي كانت فيه. الصفقة هيستفيد منها الجميع، مواطن ومستثمرين محليين وحكومة. أعلن عن جزء من الصفقة، وما زالت التسريبات حتى وقت تسريب أو وقت إذاعة الحلقة بيتم إعلانها من وقت للتاني، لكن ما لم يتم إعلانه أكبر وأضخم وأهم. وعشان تعرف بقى المستخبي واللي في الكواليس، حضرتينا برات شاي بس في الخمسينة، وتعالى نعرف القصة وما فيها. بس قبل أي حاجة خلينا نبتكر في الحلقة دي الرجل ده، دكتور كمال الجنزوري الله يرحمه. أنا محمد أبو عاصم، وقدر دش معاك اقتصاد في 50 اقتصاد. معانا رائع جديد في حلقة النهاردة هو شركة كونزل ميد، شركة طبية بس من نوع مختلف. كونزل ميد أكبر موقع وتطبيق طبي في أوروبا والشرق الأوسط، عليها أكبر الأطباء الأساتذة والاستشاريين ورؤساء الأقسام في ألمانيا وسويسرا وأمريكا وإنجلترا وكمان إيطاليا وإسبانيا وفرنسا في أكتر من 48 تخصص طبي دقيق. النهاردة الشركة بتقدم خدمة السياحة العلاجية في مصر أو في أي مكان خارج مصر، عندهم برنامج كامل ومتكامل للسياحة العلاجية. ده غير إنها بتقدم خدمات زي إنك من خلال الموقع والتطبيق الخاص بكونزل ميد تقدر تتكلم فيديو مع أفضل رؤساء الأقسام والاستشاريين في العالم، تعرض عليهم الحالة الطبية وتستقبل منهم تحرير مفصل بأكتر من لغة شامل التشخيص وطرق العلاج الممكنة. الشركة بتوفر ليك مترجم مجاني بيكون طبيب معاك طول فترة الاستشارة، تقدر بسهولة تبدأ رحلة العلاج في أوروبا وأمريكا، وهنا الشركة بتكون مسؤولة عن كل إجراءات العلاج وبيكون معاك مرافق طول فترة العلاج في الخارج. ولو في علاج مش متوفر أو ناقص في بلدك، كونزل ميد هتوفره ليك وتبعته لحد باب بيتك. هسيب ليك اللينك في وصف الفيديو أو الكومنت عشان تسجل أو حتى تاخد فكرة. تعرف إن مصر هتبني قواعد لليابان وكوريا في غرب مصر؟ طب تعرف إن كوريا واليابان هتنقل صناعات ثقيلة وحساسة عندك هنا في مصر الفترة القادمة بناء على الاتفاق اللي بيتم حاليا في كواليس الحكومة المصرية ولم يتم الإعلان عن تفاصيله؟ مش كده وبس، ده مصر هتصدر نفط لأوروبا. السؤال بقى هنا، إزاي هي مصر أصلا عندها نفط عشان تصدر؟ هو أهم في الاتفاق ده هو ببساطة الكواليس. هقول لحضرتك الكواليس والتفاصيل، بس لازم أحكي ليه قصة صغيرة ومهمة. من حوالي شهر نشرنا هنا حلقتين اللي هيظهروا جنب هنا دول مرتبطين ببعض، ياريت تشوفهم بعد الحلقة، مهمين جدا. حكينا فيها عن مشروعات أو مشروعين مهمين جدا، وهي مشروعات استغلال منطقة غرب مصر كمشروع إنقاذ وتنمية، تزرعهم قمح ومحاصيل زيتية وتشتغل هناك صناعات زراعية وصناعات تكنولوجية وممر دولي ومناطق لوجستية ومناطق سياحية، باختصار تبني حياة جديدة هناك ومجتمع تاني عشان ترجع للمناطق دي قيمتها الاقتصادية. قلنا في الحلقتين دول ان المناطق الصحراويه، منطقه الساحل الشمال الغربي دي، تعتبر واحده من اهم المناطق في مصر، وانها قادره على تحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من محاصيل القمح والمحاصيل الزيتيه واللحوم لو عملنا مراعي او حتى تاجرنا في المواشي مع دول الجنوب الافريقي او حتى دول غرب مصر. الحلقتين اللي نشرناهم قلنا فيهم معلومه غايه في الاهميه، وهي ان في تنافس يصل لمرحله الاقتتال العالمي على المنطقه دي، وبالتحديد منطقه ميناء جرجوب، بدايه من الروس اللي طالبوا بتأسيس قواعد عسكرية بالرقم اللي مصر عايزاه، مرورا بالصينيين والأمريكان والطليان، وركز مع الطليان عشان لهم قصة هنحكيها دلوقتي، وحتى الفرنسويين واليابانيين والكوريين وبالذات كوريا الجنوبية. قلنا في نفس الحلقة أن كوريا واليابان هم الأقرب للمشروع، لأن مصر رفضت القواعد العسكرية بتاعت روسيا وطلبت بصفقة معينة، هي اشتراطات معينة بتمويلات معينة، وقتها ناس كتير دخلت شككت في المعلومة بتاعتنا اللي هي كانت اصلا معلوماتنا الخاصه، عشان بعدها ثلاث اسابيع من ايام بسيطه تعلن الحكومه المصريه رسميا تاكيدا لكلامنا توقيع عقود ومذكرات تفاهم مع حكومه كوريا الجنوبيه لتنفيذ مشروع الحلم. ايوه انا مش ببالغ، ده كان حلم كوريا الجنوبيه في الاساس قبل مصر،
أيام الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق، لما تقدمت حكومة كوريا رسميا بمشروع ضخم يجري تنفيذه في غرب مصر، مشروع اقتصادي، زراعة، صناعة، تعليم فني للمصريين ولوجيستي، تطوير وإنشاء مواني. وقتها الجنزوري عرض المشروع بالتفصيل على الرئيس الأسبق حسني مبارك اللي اقتنع بيه، بس حط المشروع في الدرج ولم يعطي أمر التنفيذ كعادة معظم المشاريع أو معظم مشاريع الجنزوري بالتحديد. من وقتها كوريا الجنوبية بتحاول مع مصر لحد ما مصر فتحت الباب، وكوريا كانت جاهزة باللي ناقص مصر، هي واليابان اللي بينهم حلف اقتصادي قوي على فكرة. كوريا واليابان لعبوا على وتر احتياجاتك واحتياجات صناعة وزراعة وتنمية مقابل انهم ياخدوا اللوجستيات ويكون لهم النصيب الاكبر من استثمارات مصر. ايه بقى هو المشروع ده وهي القواعد دي؟ اوعى تكون فاكرها قواعد عسكرية. وايه الاتفاقات السرية الخاصة بالصفقة دي؟ بس خد بالك هي مش قواعد عسكرية بس ليها جانب عسكري. هقول لك الإجابة ببساطة، الصفقة والقاعدة مش عسكرية بس، فيها جزء عسكري، تصنيع عسكري، لكن القاعدة مش بالمعنى الحرفي. المشروع ببساطة هو استغلال منطقة غرب مصر كاملة، بداية من مينا جرجوب اللي حكينا في الحلقتين قصته، حتى الحدود الجنوبية لمصر. ده كلام مطاطي عاص، لأننا عايزين مشاريع معينة. هرد أقول لك حاضر. مصر جهزت منطقة غرب مصر بأهم وأطول نهر صناعي كلنا متابعينه، وده موجود بأحدث وسائل الري عشان توفر المية، على أساسه هتقدر تزرع اللي هي عايزاه، وهي مخططة هناك لزراعة أهم وأخطر ثلاث سلع بيهددوها، هددوا مستقبلها. القمح اللي هي تاني أكبر مستورد ليه بحجم استيراد 25 مليون طن من القمح سنويا، اللي هم حوالي من 8 ل 11 مليار دولار سنويا حسب الأسعار، ده غير 90 مليار جنيه لدعم الخبز داخليا. السلعة الثانية هي الذرة بالتحديد والصويا، مصر تستورد 7 ملايين طن من الذرة كل سنة بإجمالي 90% من احتياجات السوق المصري عشان بقى تطلع زيوت وغيره، اللي هم حوالي 5 مليار دولار. ده غير السلعة الثالثة المرتبطة بأسعار اللحوم والدواجن والبيض وحاجات كتير، وهي الأعلاف. مصر بتستورد 80% من مكونات الأعلاف من الخارج. عايز تضرب مصر؟ اضرب ليها الثلاث سلع دول وقعهم في السوق الدولي، هينهار اقتصاد مصر حرفيا. فبدأت مصر تفكر تقسم منطقة غرب مصر لمناطق زراعة وتصنيع زراعي، ومناطق تكنولوجية وتصنيع تكنولوجي، ومناطق صناعات ثقيلة، والأهم هو مناطق لوجستية تجارية مع الجيران دوليا. يعني ياريت المنتج بيحط لنا الصورة اللي هتظهر جنبي هنا دلوقتي. ده غير منطقة مواني، مش مينا واحد، مواني بحرية وبرية ولوجستية، وبدأت تخصص كل منطقة لدولة، لان ما معكش سيوله ولا تكنولوجيا ولا تقدر تمولها. فبقت تجيب او بقت تجيب مصر كل دوله بشركاتها تشتغل تبني وتطور ونتشارك في النهايه، والموضوع يمشي بوتيره اسرع. اهم جزء من الصفقه دلوقتي حصلت عليه دول كوريا وكمان اليابان، بس اليابان صفقتها لم تعلن بعد، هسرب ليك جزء منها دلوقتي. طب في جزء من الصفقه معلن وجزء غير معلن. المعلن هو ان شركه اس تي اكس الكوريه الجنوبيه وبحضور وتوقيع من السفير الكوري في القاهره وقعت كوريا تطوير مينا جاكوب اتفاقيه، خلاص خدت حقوق تطوير المينا وانشاء منطقه لوجستيه ملحقه بيه، ومناطق صناعيه ومناطق لوجستيه صناعيه في اراضي مينا جاكوب البحر والظاهره الصحراويه. من ضمن العقد هيتم انشاء صوامع للغلال لصالح مصر، سواء تخزين او اعاده تصدير. خد بالك يعني انت تبقى محطة انشاء مصنع لإعادة تجميع السيارات المستعملة الواردة من كوريا واليابان وإعادة تصديرها للدول الافريقية، لان استخدامها خفيف، الشركات هناك بتصنع باستمرار والمواطن بيغير باستمرار لان دخله بيسمح، ولان دي خطة ذكية من مصر. الدول او المواطن الافريقي دخله متواضع، فاكيد مش حمل العربيات الزيرو، المستعمل اخف شوية، ولو ان حتى ارتفع في مصر مؤخرا بشكل مش اخف لكنه اخف من الزيرو. عموما كوريا هتنشئ محطة حاويات بمينا جرجوب التجاري لخدمة البضائع القادمة من شرق آسيا ومتوجهة لكل من أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. اللي بيسمعني وبقولك هستفيد إزاي، ياريت يعد كل دي فرص عمل. ده غير إنشاء قاعدة لوجستية لتوفير خطوط شحن لصالح مصر، مناطق لوجستية، وهتسمع الاسم ده كتير، دي مخازن متطورة بتستخدم قواعد اقتصادية متقدمة. يعني بدل ما صدر لأمريكا أو ليبيا بسفينة شايلة شحنة وجاية من اليابان، ما نشوّن منتجات بتاعتي في مينا جاف بري أو لوجيستي وأجره من مصر، واللي عايز أصدر ليه من مصر، ده حتى بيبقى فيه تلاجات ومراكز حفظ في المواني دي. ضمن الصفقة أو صفقة كوريا، كوريا هتنفذ خط أنابيب بترول من الأراضي الليبية، وحتى مينا جرجوب وإيطاليا دخل على الخط بقوة، وهيتم إعادة التصدير للدول الأوروبية، وممكن تتحول مصر لواحدة من أكبر مصدر البترول. ما هو مش لازم تكون منتج، ممكن تكون تاجر أنجح.
مش لازم يكون عندك ثروات، بس ممكن تكون قادر تخلق فرصة ناجحة تعوض غياب الثروات دي. وده مش كلام إنش، ده اقتصاد على فكرة تغفلنا عنه فترة كبيرة. كوريا واليابان بيدوروا على مصالح، ومصر كمان. في مناطق زراعية هتقوم على صناعات أساسية، صناعة الزيوت هيتم إنشاء أكبر مصنع للشرق أو في الشرق الأوسط لصناعة الزيوت وعصير الزيوت، ودي معلومات لينا، معلومة بتاعت، ومصنع تاني لتعبئة المنتجات الزراعية، ومصنع تالت للأعلاف. دول أو دول بمعنى أدق هيكونوا إدارة كوريا الجنوبية، وبتاع الأعلاف ده كوري مصري بشكل صرف. في جانب من الصفقة عسكري اللي تم التعاون مع شركة ترسانة الإسكندرية لبناء السفن الحربية اعتبارا من إنشاط المرور الساحلي مع إمكانية البيع لطرف تالي، يعني تنقل التكنولوجيا عندك كوريا المتفوقة في المجال ده وتصنع هنا وتبيع، توفر دولار. وسمعة السلاح المصري حلوة الصراحة، الجيش المصري مؤسسة منضبطة، ومع تخرجه من الاقتصاد لازم يعوض ببديل، واعتقد البديل ده التصنيع العسكري اللي بالمناسبة هو متفوق فيه اصلا، واكيد حضراتكم تابعتوا فعاليات معرض إيدكس الدولي للصناعات الدفاعية هنا في مصر. هكتفي باللي تم اعلانه في الجانب العسكري الرسمي، ومش هتكلم عن تصنيع مقاتلات وطائرات بدون طيار مشتركة بين مصر وكوريا، كي اف اكس بديل الاف 35 الامريكية، تبرع شعر. طيب هيكون في إنشاء مدينة سكنية كتوسع مستقبلي لمنطقة جرجوب، إنشاء مناطق سياحية، قرى سياحية، إنشاء مصنع نسيج حديث وأسواقه جاهزة، وده بالشراكة مع مصر، أنت يا دوب هتصنع هنا والجماعة دول يسوقوا، هم مستحوذين على أسواق جاهزة. الغير معلن بقى هو إن الكوريين داخلين مع مصر في مشروع ضخم يشبه المدارس اليابانية، بس دي مدارس للتعليم الفني هيتم إنشائها في غرب مصر، نعلم الناس نشغلهم في المصانع، يعني وظيفتك محجوزة، دبلومات. دبلومات احنا بنسميها هنا دبلومات. الصندوق السيادي المصري دخل معاهم بتقوله تتخرج يا تسافر يا تشتغل هنا في وظيفه في مصنع بسعر مغري ومكانه محترمه. المستقبل للتعليم الفني بين قوسين الدبلومات، سعره غالي، فرصه افضل، مطلوب اكتر، مستقبله احسن جوه مصر وبره مصر، ويا سلام لو كورس لغه. بالمناسبه الصندوق السيادي غير مجلس الاداره، لو عايزين نعمل حلقه عامه نعمل، من ضمن مجلس الاداره العملاق فاروق العوده محافظ البنك المركزي الاسبق. كمان في مصنع صغير لتقنيات الرقائق الالكترونيه، نرجع للحلقه، مصر بتحارب عشان تروح للمنطقه المتطوره من الرقائق الالكترونيه، هيتم انشاء مصنع لتصنيع الضفائر الكهربائيه للسيارات. في مجتمع ضخم لصناعه الاجهزه المنزليه والالكترونيه او مجمع ضخم هيتم انشاؤه، وفي مجمع مهم لصناعه الالات الزراعيه. بالنسبه للرقائق الالكترونيه في خبر دلوقتي حالا انا مش هتكلم فيه، بس هتشوفه لسه نازل حالا في الصحافه قبل التصوير بدقائق في يوم الخميس، الحلقه طالعه النهارده، شوف الخبر هيتنزل كام ده. اليابان بقى هتنشئ مصنع كامل لتصنيع سيارات كهربائية في مصر بنسبة 60% اعتمادا على المكون المحلي، تزيد مع الوقت وده لم يتم إعلان، هيكون في شاحنات لنقل الثقيل، إنشاء أو تصنيع أو تجميع النقل الثقيل، مصنع كمان للإلكترونيات، وده أعتقد أنه يخص صناعة الشرائح الإلكترونية. اليابان متقدمة ومتطورة في القطاع ده، لأن في منطقة صناعية كاملة لليابان هيتم توقيع أو توقيع عقودها قريبا، بس في فريق حكومي مصري في مستوى اعلى مدعوم من الصندوق السيادي المصري، وعشان مشترطه المصانع دي تصنع جوه مش تجمع، او على الاقل نسبه المكون المحلي ما تقلش عن 60% عشان تقدر تحرك السوق المصري. السيادي المصري هيبقى شريك في المشروعات دي. خد بالك كل اعمال التطوير دي اشترطت مصر فيها ان ينفذها شركات مقاولات مصري، يعني الممول والمدير كوري او ياباني والمقاول اللي بينفذ وكمان العامل مصر. مصر بقالها فترة في حالة تقارب مع الصين واليابان ودول جنوب شرق آسيا، بتطرح سندات بعملتها، بتقترض أو فتح منهم مشروعات وتمويلات، بتحاول تتكامل معهم وتكون جزء من مخططاتهم الاقتصادية، يعني بتوازن المعسكر الشرقي مع المعسكر الغربي والعرب الخليجي، بنوع الاستثمارات اللي على أرض مصر، وده حق مصر وليس معاداة لأحد، وده أفضل اقتصادية، وحرك الكتلة الغربية على فكرة إنها تضخ استثمارات ضخمة. أوروبا مثلا ممثلة في البنك الأوروبي لعادة الإعمار بتتكلم في 10 مليار يورو ضخ استثمارات جديدة، صندوق النقد الدولي في الطريق للموافقة على قرض مصر أضخم من اللي فات، وشكل تصريحاته نفسها تغير بشكل كبير، وحضراتكم متابعين ده، وبقى يولي السيطرة على التضخم عن قصص التعويم اللي بقاله فترة بيخفض التصنيف بسببها أصلا. يعني بتقول لأوروبا وأمريكا إنها مش المكان الوحيد اللي ممكن تقترب منه أو تتعامل معها اقتصاديا، وإنت مكانك مهم هم عايزين. وبدأت تنفذ ده مصر، بتستعد للتعامل مع سنغافور الصين والهند وتركيا والسعودية، وبدأت مع الإمارات بالعملة المحلية، هتتعامل مع دول بالعملات المحلية.
سنغافورة دي جديدة لسه، مفاوضات شغالة، وماليزيا على فكرة. ولو عايزين حلقة عن وفد مصر اللي زار ماليزيا من حوالي شهر سرا، قولوا لينا بنحاول نوصل منهم لمعلومة تصلح لحلقة كاملة. أما في القصة هو ترسانة جديدة مصرية يابانية لتصنيع السفن والناقلات العملاقة، دي حلقة أو بمعنى أدق معلومة خاصة بينا، سواء سفن تجارية أو ناقلات إسالة غاز أو نقل غاز ونقل نفط، كمان سفن نيلية، دي ترسانة جديدة هيتم تنفيذها في نطاق مطروح على البحر المتوسط. لسه ما جمعناش أي معلومة عنها، إمتى وإزاي وفين بالتحديد هتنفذ مفيش أي معلومة، وكلام سابق لأوانه، وهنقعد ندعبس ونفتش لحد ما نوصل لكل التفاصيل. طب تعرف إن في معلومة مصادفة وقعت قدامنا، إن خط النفط الليبي هيمتد للجنوب وهيكون مزدوج وهيطلع من النيجر وتشاد اللي فيها تواجد مصري قوي عشان يربط مع شبكة الخطوط الليبية ويدخل مصر، وعشان يطلع على البحر المتوسط ويربط مع خطين، خط قارب الانتهاء وهو خط الغاز المصري اليوناني، وخط جديد هتبنيه كوريا ومصر وإيطاليا، بس ده خط نفط. ده بقى لو عايزين تتكلموا عنه في تفاصيله قولوا لينا، نقول أو قولوا لينا في الكومنتات نعمله. خد بال حضرتك، ليبيا وقت تصوير الحلقة لسه حالا طلع خبر من وزير النفط الليبي بيان في الكلام ده، ولك احنا سمعنا عنه رسميا في مصر لأن المحادثات على مستوى دبلوماسي أعلى. الخلاصة مصر عدرت فرص كتير والوقت مناسب برغم الضغوط الاقتصادية إنها تستعيد مكانتها، والعالم من بره شايف ده، وبرغم أداء حكومة مصر اللي عليه علامات استفهام وهيفضل عليه علامات استفهام، وبرغم الضغوط الاقتصادية اللي على المواطن المصري نفسه وارتفاع الأسعار والواقع السيء اللي شايفينه، إلا إني ما قدامكش بديل غير إنك تشتغل وتطور من نفسك وتخلق الفرص أو الفرصة. ده اقتصاد مش مسكنات لحضرتك، إحنا هنا في خمسة اقتصاد ما بنتكسفش نقول اللي لينا واللي علينا. شعب وحكومة لازم يعملوا كده، وأحب أقول لك وركز بقى معايا في الكلمتين الجايين دول. أحب أقول لك إن على المستوى الشخصي أنا يعني سعيد بحالة الاعتقاد اللي عمال على بطال للحكومة المصرية برغم إنها شديدة، بس ده بيخلق حالة من الرقابة والضغط الشعبي على الحكومة وأدائها عشان محدش يريح فيحصل زي اللي حصل مع الحكومات اللي فاتت. وفي الناحية التانية الناس اللي مش حاسة بتطوير، انزل خد عربية لحد المشروع شوفهم شغالين ولا بيغفلوه، ده مالك وممكن يعجبك المكان هناك تشتغل فيه. وبرضو الناس اللي بتسأل مش حاسين، هقول لحضرتك عمر الدولة ما هتديك قرش، هي بتهيئ ليك مناخ للشغل وتجيب منه فلوس، فخد كورسات في الظروف الصعبة دي وتعلم تتعامل ازاي مع المال وسوق المال، المال لم يعطى مكانه. وعلى رأي المثل اللي بيقول ان كنت على البير اصرف بتدبير. اشوفكم على